بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الأعزاء متابعين قناة الشارقة، حياكم الله معانا وأسعد مساكم، أسعد الله مساكم بكل خير ومحبة وسعادة. يوم جديد من أيام كأس المعرفة وحلقة جديدة تجمعنا وإياكم بتنافس، بمعلومات، بأسئلة، وبفرق تتأهل إلى المراحل النهائية. يا رب إن شاء الله تكونوا مستمتعين معانا. واليوم نحن في خامس أيام الشهر الفضيل وخامس حلقة من حلقاتنا، وأتوقع اليوم المشاهدين وكذلك الطلاب صاروا حريصين على متابعة البرنامج عشان يعرفون كيف البرنامج وكيف طريقة الأسئلة وكيف طريقة التنافس ما بين الفرق. 32 فريق مختلف من مختلف جامعات إمارة الشارقة تشارك في هذه النسخة من برنامج كأس المعرفة، ونحن طبعا مشاهدينا يسعدنا أن نرحب فيهم في قاعة الزهري في الجامعة، جامعة الشارقة اللي قاعد تحتضن تنافس هذه النسخة من كأس المعرفة. مشاهدينا طبعا في البداية نذكركم بتحميل تطبيق مرايا، من خلال التطبيق راح تتابعون كافة حلقات كأس المعرفة وجميع برامجنا اللي تطلع على شاشة الشارقة ومختلف القنوات التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون من خلال هالتطبيق. وأيضا تشاركونا مشاهدينا في أسئلتنا وجوائزنا القيمة اللي قاعد نقدمها لكافة المشاهدين وخصوصا المتابعين عبر تطبيق مرايا. بالأمس طبعا مشاهدينا كان عندنا سؤال وصار عندنا فائز، والسؤال مشاهدينا كان: منطقة تشتهر بكثرة عيون المياه وبرك المياه تتبع إمارة الشارقة، والإجابة الصحيحة كانت منطقة شيص في خورفكان الجميلة. وألف مبروك طبعا للرابح معانا عبد الرحمن كارم، ألف ألف مبروك، ربحت معانا 1000 درهم مقدمة هذه الجائزة من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون. إن شاء الله الإخوان راح يتواصلون معاك ويخبرونك كيف تستلم الجائزة اليوم إن شاء الله. كذلك قبل أن نختم حلقتنا عندنا سؤال جديد، وعندنا إن شاء الله متسابقين راح ينزلون التطبيق بإذن الله تعالى ويشاركون طبعا يشاركون في أسئلتنا اللي قاعد نطرحها لكل السادة المشاهدين عبر تطبيق مرايا. إذا مشاهدينا ومتابعينا على بركة الله نرحب اليوم بفريقين جدد من الفرق اللي قاعد ينمروننا هنا في كأس المعرفة ومن جامعات إمارة الشارقة المرموقة. بسم الله الرحمن الرحيم ونتوكل على الله، وحياكم الله في كأس المعرفة. إذن مشاهدينا الأعزاء أكيد رحلة كأس المعرفة راح تبتدي، ولكن أول شيء خلينا نتعرف على المتسابقات اللي موجودين معانا من كلية الأفق ومن جامعة الشارقة، ونبتديها بالفريق ألف على اليمين. نبتدي بفريق جامعة الشارقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير جميعا، مبارك عليكم الشهر الفضيل. كيف الحال؟ الحمد لله. مساكم بخير. الحمد لله. نبتدي أكيد نتعرف باليمين على أيلة معن. مساء الخير يا أيلة، وكل عام وانت بخير ورمضان كريم. وانت بخير عليك سؤال. كيف الحال يا أيلة؟ الحمد لله. تمام؟ الحمد لله. الحمد لله يا رب. شو تخصصت أيلة؟ إذاعة وتلفزيون. إذاعة وتلفزيون ما شاء الله، ليش اخترتي هالتخصص؟ أنا بشوف حالي مذيعة بالمستقبل، يعني بشوف حالي بالإعلام، لهيك اخترته، بحب تخصصي. ما شاء الله، في أي عام أنت أو أي سنة دراسية؟ 2018. 18، يعني الحين أنت في السنة الثالثة. لا خلص خريجة الحمد لله، آخر سمستر اللي جاي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله يوفقك إن شاء الله يا أيلة. جاهزة؟ جاهزة أكيد بإذن الواحد الأحد. فاطمة طلعت زكي، سلام عليكم يا فاطمة. عليكم كل عام وأنت بخير. حضرتك بخير، كيف الحال يا فاطمة؟ تمام الحمد لله كويس. يعطيك العافية فاطمة. شو تخصصت في الجامعة؟ أنا هندسة إدارية. هندسة؟ إدارية. إدارية ما شاء الله. هندسة إدارية. تخصص غريب هذا، أول مرة أسمع التخصص أنا. هو بالانجليزي اسمه اندستريال اند انجينيرنج مانجمنت، هندسه صناعيه واداريه. جميل، الله يوفقك ان شاء الله. جاهزه؟ ان شاء الله. الواحد الاحد. فاطمه علي الحمادي، السلام عليك يا فاطمه. وعليكم السلام، بارك عليك الشهر الفضيل. علينا وعليك يا رب. الله يسلمك. فاطمه شو تخصص في جامعه الشارقه؟ اعلام الكتروني اذاعه وتلفزيون. اعلام الكتروني اذاعه وتلفزيون. جميل، الله يوفقك. اي سنه؟ سنه ثانيه. سنه ثانيه. جاهزين؟ جامعة الشارقة؟ جاهزين. الله يوفقكم إن شاء الله. آمين يا رب. وشدوا حيلكم إن شاء الله. ننتقل إلى الفريق الآخر مشاهدينا وهم طالبات كلية الأفق. السلام عليكم جميعا، مبارك عليكم الشهر الفضيل. عليكم السلام. سهام كيف الحال؟ الحمد لله بخير. عساك بخير. بخير دام. يعطيك العافية يا سهام. الله يعافيك. تخصصت يا سهام؟ تخصصي انترناشونال بزنس، إدارة أعمال في كلية الأفق، وسابقا كنت مختبرات طب أسنان.
جميل. واول كلمينا عن التخصصات اكثر. مختبرات طب اسنان هو اول تخصص حقي، وان شاء الله يعني بغيت اكمل هدفي واحقق حلمي. اتاحت لنا فرصه كليه الافق في يعني تسهيل الدراسه في الويكند، فحبيت اني اكمل دراستي وخذيت اداره اعمال. الله يوفقك ان شاء الله يا سهام. اجمعين توفيق ان شاء الله. فاطمه ناصر البلوشي، سلام عليك يا فاطمه. عليكم السلام. مبارك عليك الشهر. علينا وعليك. فاطمه شو تخصصك؟ تخصصي ماركتينج ومانجمنت في كليه الافق. نعم. انا الحين في سنه ثالثه، ان شاء الله كورسين وبتخرج ان شاء الله يا رب. الله يوفقك ان شاء الله باذن الواحد. لاحظ حوريه الاميره، السلام عليك يا حوريه. عليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله بخير. مبارك عليك الشهر. علينا وعليك يا اخوي. كلمينا عن تخصصك في كليه الافق. ماجستير قيادة واستراتيجية، واخترت هذا التخصص استنادا لسيدي وابوي الدكتور الشيخ سلطان، حاب انه يكون عندنا قيادة في اماراتية تكون موجودة في الكادر الامامي، والحمد لله. وكانت لدي بكالوريوس تثقيف صحي وتوعية صحية، فحبيت اكمل في هذا المجال. الله يوفقك ان شاء الله ويوفقكم جميعا في تخصصاتكم وكذلك في البرنامج اليوم. اتوقع طبعا كلكم تعرفون طريقة البرنامج وطريقة الأسئلة والمراحل اللي راح نمر فيها والألعاب اللي ان شاء الله راح نلعبها ان شاء الله. ولكن دائما السؤال الأول هو سؤال الذهبي اللي راح نبتدي فيه ان شاء الله عشان نبتدي لعبتنا الأولى. طبعا لا تنسون من بعد 3-2-1 من بعد ما اطرح السؤال واللي يعرف اسرع جهزوا ايديكم على الزر الذهبي هذا. ثلاثتكم انتم تبون تضغطون؟ متحمسات ما شاء الله. يلا بسم الله وعلى بركة الله. سؤالنا الذهبي الأول، والسؤال يقول: ما هي عاصمة سلطنة عمان؟ أنا قلت 3-2-1. مستعيلين صح؟ جميل. حماس. الحماس. 3-2-1. مسقط. مسقط؟ متأكدين؟ إن شاء الله. جوابكم صح. أيوهم. حيوهم وحيا انفسكم. شفتوا كيف الواحد يوم يكون مستعيل؟ صح. جميل. طبعا نبتدي مع بعض مشاهدينا ومع طالبات جامعه الشارقه وكليه الافق لعبتنا الاولى، الا وهي لعبتنا الأولى هي الشفرة. وكما هي العادة هي أول الألعاب معنا في برنامج كأس المعرفة. ست صناديق بست أحرف وست أرقام، وطبعا مثل ما نعرف أن خلف هذه الصناديق كلمة من 7 أحرف، وراح نساعد إن شاء الله أو نعطي تلميحة للمتسابقات اليوم من بعد الإجابة الصحيحة على السؤال الرابع. جاهزين؟ جاهزين. إذن بما أن أنتم جاوبتوا على السؤال الذهبي فلكم الأحقية باختيار أول رقم. نشوف الأرقام، خلنا نشوف الشفرة، الشفرة العزيزة هذه واللي تدور 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 وثبتت الأرقام من 1-2-7. تفضلوا. 2. رقم 2؟ نعم. ليش رقم 2؟ رقم الحظ؟ أو أي كثير. يلا جميل. شوف رقم 2 والسؤال يقول: سؤال، ما هو التطبيق الاجتماعي الأكثر استخداما في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2020؟ الإجابات أو الاحتمالات كالتالي: يوتيوب، تويتر، فيسبوك، وإنستغرام. 30 ثانية وقتكم بدأ وتفضلوا. وقتكم عندكم 15 ثانية. اتوقع سناب شات صح؟ مو موجودة. مو موجودة. مركزين ما شاء الله. جاهزين للإجابة؟ إن شاء الله. تفضلوا. الإجابة تويتر. ثالثة؟ ألا وهي؟ تويتر. تويتر؟ أنا سمعتها الثالثة. لا أنا قلت تويتر. تويتر. ثبتوا لكم. وإجابتكم خطأ للأسف. الإجابة خاطئة. انستغرام.
مو هو التطبيق الأكثر استخداماً في دولة الإمارات في عام 2020. ننتقل إلى كلية الأفق، تختارون رقم. طبعاً تقدرون تختارون الرقم مرة ثانية إذا تعرفون الإجابة، أو حابين تختارون رقم. نختار رقم جديد. رقم جديد؟ تفضلوا. رقم 4. رقم 4. ونشوف رقم 4. سؤال: من هو مخترع التلفاز الميكانيكي؟ جون ليجي بيرد، ماريوس برنارد، ميلتان بنتز، ولا جون دالتون؟ 30 ثانية أقول لكم بدأ. فكروا. التلفاز. التلفاز الميكانيكي مو بالإلكتروني. مشاورات. يلا الإجابة الأولى. الإجابة الأولى اللي هي جون ليجي بيرد. ثبتوا لكم إجابة حظ ولا متأكدين ولا؟ أو أنا قارية عنه شوي. قارية يعني مو حظ حظ يعني. إن شاء الله يعني ما يكون خطأ. بداية صراحة يعني زعل. جوابكم صح أيوهم، جوابكم صح أيوهم، جواب صحيح. وننتقل مرة أخرى لجامعة الشارقة، اختاروا رقم. رقم 6. رقم 6؟ يلا يا رقم 6، يلا يا الشفرة ورقم 6، نشوف شو السؤال. سؤال يقول: كم عدد جزر الكناري؟ الإجابات كالتالي: 15، 13، 30 ولا 100 جزيرة؟ 30 ثانية وقتكم بدأ. جزر الكناري. يعني فريق الإعداد حاولوا لا تجيبون وايد أسئلة فيها سفر، هذا تشوقونا للسفر أكثر وأكثر يعني. يلا بسم الله. قالوا لي معلومة حلوة، ما نسافر بالحقيقة لكن نسافر بالمعلومات والأسئلة يعني. يلا إجابتكم. 30. 30؟ أيوة. فاطمة شكلك عدى الجزر جزيرتي، ممكن تقولي لي أسامي الجزر؟ لهم أسامي. أنا ما أعرفش أصلاً جزر الكنيري دي. 30 جزيرة؟ إن شاء الله. كيف الحال يا إيلة؟ الحمد لله. فاطمة الحمادي كيف المعنوية؟ عالية. عالية. فاطمة طلعت أنت قائدة الفريق إن شاء الله. إن شاء الله. ليش اخترتوا 30؟ حسيت ال 13 وال 15 قريبين قوي من بعض وال 100 بعيدة قوي، فناخد اللي في الوسط. حاجة في الحظ. قولي حظ، قولي حظ. ماشي حظ. مع الأسف جوابكم خطأ، مع الأسف الإجابة خاطئة. و على فكرة الفرق جامعة الشارقة في الحلقات السابقة كانوا ما شاء الله تنافس عندهم قوي، فأنتوا لازم تبارونهم يعني. يا رب. يا رب، إن شاء الله يا رب. الحين والله شوفوا الشفرة ألوانها جميلة يعني. شو التشكيلة؟ شو الترتيب الجميل؟ لسه بس في البداية. في النص ألف يعني. أنا ما أتخيل إن حد يجاوب يعني، حد من الفرق الحين بعد هذا السؤال يجاوب. تختارون رقم؟ يلا إن شاء الله. 5. رقم 5. ونشوف رقم 5. سؤال يقول: تختلف ألوان النجوم حسب حجمها، حرارتها، بعدها أم عمرها؟ 30 ثانية وقتكم بدأ، تفضلوا خذوا راحتكم 30 ثانية.
تختلف ألوان النجوم حسب الحجم، الحرارة، البعد أم العمر؟ تشاوروا وباحثوا، عندنا 14 ثانية. درجة الحرارة ثبتوا لهم. كيف درجة الحرارة يعني؟ كيف حورية؟ حورية. سطح النجوم تختلف درجة حرارتها على حسب الغاز الموجود حوالين النجم نفسه. فهاي المعلومة أنا كنت قارتنها في السابق وأكدتها على إخواتي يعني. بسم الله. أن يعني كل نجم تختلف درجة حرارته. فيختلف لون النجم نفسه. يعني. يعني تفسير مقنع بإذن الله، ولكن الإجابة صحيحة. تفسير مقنع الصراحة. إن شاء الله صح. إن شاء الله صح. حلقة اليوم هاي جوابكم صح أيوهم. أكيد تختلف الألوان حسب الحرارة، ونبغي دائما نكون تصفيق بعد في حرارة، ونكون متحمسين إن شاء الله في هذه الحلقة الجميلة. يلا تفضلوا جامعة الشارقة. طبعا ذكرنا تقدرون تختارون الأرقام مرة ثانية اللي اخترتوها، يعني كل الفريقين إذا ما حد جاوب. بس إذا جاوبتوا غلط المربع خلاص يتسكر. فعندنا الحين 1 و7 و3. جامعة الشارجة ما هم 3 أرقام. اسمع ما تحطي رقم واحد. رقم واحد؟ أعطونا رقم واحد. أعطونا رقم واحد. والسؤال يقول: أول مصورة فوتوغرافية إماراتية هي؟ الإجابات كالتالي: آمنة الهاجري، أماني الحوسني، فاطمة الهاشمي، أم شيخة السويدي. 30 ثانية وقتكم بدأ. أول مصورة فوتوغرافية إماراتية. شو يسمون الصورة قديمة؟ يسمونها عكس. أنا ما قاعد أسمع شيء. ما يلا اختاروا. ها قولوا لي وقتكم انتهى. آمنة الهاجري. آمنة الهاجري ثبتوا لهم. جوابكم غلط للأسف. جوابكم غلط للأسف، والإجابة مو بآمنة الهاجري. تفضلوا كلية الأفق. نختار رقم 3. رقم 3. رقم 3 فيديو. عندنا فيديو راح نشوف الفيديو، ومن بعدها ان شاء الله خبركم بالسؤال. تفضلوا. Father, I brought you. Mulan. We are counting on you to uphold the family honor. I'm going to pray some more. Matchmaker is not a patient woman. Of all day. I've got all the luck we'll need. This is your. This cricket's a lucky one. What? But mama, I had to. None of your. في أي بلد تعيش مولان اللي هي بطلة الفيلم اللي شاهدناها قبل قليل؟ الاحتمالات كالتالي: كوريا، الصين، ماليزيا، أم كينيا. 30 ثانية وقتكم بدأ. مولان. دام الكرتون الجميلة هذه. الصين. الصين؟ عندكم نص الوقت باقي. فكروا شوي. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. ثبت؟ نعم. ثبتونا. حد شاف الفيلم هذا قبل؟
نشوف لقطات بس مش متابعينك. بس انا شفت سويتوا شيء اشرتوا شو. انا شايفه الفيلم فالبنيان كان بنيان صيني فعلى استنادا على هاي المعلومه حتى لبسهم ايه لبسهم صينيين ايوه اللبس صيني والياباني والكوري يختلف في الزي صحيح؟ صحيح. اليابان نفس ماروكو تدون ماروكو؟ يلا بسم الله وثبتوا لهم على الصين وإجابتكم صحيحة حيوهم حيوهم. إذن الأحرف المكشوفة الآن فراغ فراغ شين ألف حاء فراغ وفراغ. نعطيكم فكرة عن الكلمة اللي موجودة في الخلف. نوع من أنواع السفن قديمة في دولة الإمارات. تقدرون تفكرون شوية وتحاولون تطلعون الإجابة؟ عندنا الإجابة. عندكم الإجابة؟ نعم إن شاء الله. نسمع الإجابة. إجابتنا إن شاء الله شاحوف. شاحوف؟ نعم. بإذن الله إن شاء الله. والله كانت فرصة ذهبية عندكم يعني. أكيد. قولي فاطمة قولي. أنا مو متأكدة منها أنا. لازم يكون واضح. شاحوف. حورية تقول الشاحوف، وأنت شو تقولين فاطمة؟ لا تحريت أن ترتيب الكلمات غلط. أوكي. شوف الكلمة. يعني رقم واحد شو بيكون؟ رقم واحد شو الحرف؟ حورية ولا فاطمة؟ الشاحوف. جواب صح. الشاحوف الشاحوف وجوابكم صح ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم. الشاحوف طبعا نوع من انواع السفن الاماراتيه قديما والف مبروك ما شاء الله يعني استحقيتوا النقاط بجداره ان شاء الله. وعلى طاري النقاط تبون تشوفوا النقاط كم؟ يلا 50 متحمسين انا اتحرك 50 انا بس انا شيء بلاني اليوم ما اسمع عدل. بسم الله الرحمن الرحيم. جامعة الشارقة 0 كلية الأفق 70 ما شاء الله مو 50 بعد 70 جامعة الشارقة لا الوضع ما يطمن. جامعة الشارقة ها فاطمة إن شاء الله نعوض في المرات الجاية ادينا فرصة بس أعطيكم فرصة بنعطيكم فرص 5 ألعاب ولكن بعد الواحد يبتدي يعني يجمع في البداية صحيح؟ خلاص احنا جمعنا يلا بسم الله ننتقل للعبة الثانية جاهزين؟ يلا إذا مشاهدينا نشوف اللعبة الثانية وهي سرعة الضوء وهي اللعبة الجميلة هذه 15 سؤال في 30 في 60 ثانية. بعد كل واحد وشطارته. في الإجابة سريعا. طبعا تقدرون تساعدون بعض ولكن حتى المساعدة لازم تكون بسرعة. والبداية عند من؟ عليهم. عندهم ليش يا فاطمة؟ فايزين. فايزين فلازم البداية عندهم. عني روح الرياضية نعطيكم الإجابة. بتعطيني يمكن يجمعون نقاط أكثر منكم؟ لا عادي ما مشكلة. يلا. ها؟ شاور الفريق أول شيء. داي عندكم اكيد بلا شك انتم عندكم النقاط الاكثر وجاهزين؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي 15 سؤال في 60 ثانية 1 2 3 ونبتدي. عاصمة العراق بغداد صحيح. يستخرج السكر بشكل اساسي من نبات قصب السكر صحيح. ما عملة دولة الإمارات العربية المتحدة؟ درهم صحيح. أقوى أنواع الحجار الكريمة أو الأحجار الكريمة؟ الماس صحيح. أنثى الجمل تسمى؟ أنثى الجمل شو يسمونها؟ ناقة صحيح. أصغر دولة في المغرب العربي من حيث المساحة؟ إذا ما تعرفون قولوا ما أعرف. مدة حكم الرئيس الأمريكي؟ أربع سنوات صحيح. لأي فصيلة ينتمي المرجان؟ حيوان نبات انسان هو شو اذا ما تعرفون الحيوان صح. صوت القطه مياو مياو بسرعه وقتكم يمر وقتكم يمر قولوا
اللي بعده. اللي بعده عدد أرجل العنكبوت. إذا ما تعرفون قولي اللي بعده. ثمانية. صحيح، أطول صورة في القرآن الكريم. البقرة. صحيح، وخلص الوقت. صحيح. سورة البقرة هي أطول بقرة، هي أطول سورة في القرآن الكريم، ومخبركم بعد شوي النقاط. ثمان إجابات صحيحة. وحين نرجع لفريق جامعة الشارقة، جاهزين؟ جاهزين. صعبة ولا سهلة اللعبة؟ هنكتشف دلوقتي. تكتشفون، أوكي. يلا بسم الله. إذن كذلك 15 سؤال في 60 ثانية لفريق جامعة الشارقة، وواحد اثنين ثلاث ونبتدي. صوت الماء. باس. عاصمة المملكة العربية عملة المملكة العربية السعودية. ريال. ريال صحيح. صوت الذئب. اللي بعده. الدولة الوحيدة التي لا تحتفل بيوم استقلالها. الصين. غلط. حيوان لا يمتلك هيكلا عظميا. بكذا حيوان، اعطوني واحد. الكانغو. نعم. الكنغارو. عفوا انا ما اسمعك. الكانغرو. كنغر. اه ما في مشكله، الله يسامحكم على هالاجابه. عاصمه لبنان. عاصمه لبنان صحيح. صوت الذبابه. اذا ما تعرف ماله. ماله دم الاخطبوط. اسود. خطأ. العملية التي ينتج فيها النبات طعامه، شو اسم العملية هذه؟ البناء الضوئي. نعم؟ البناء الضوئي. صحيح. ما وقتكم انتهى. ثلاث إجابات صحيحة فقط. ننسحب طيب؟ لا لا تنسحبون. لا تنسحبون، لازم تركزون أكثر يعني. و مثل ما قلت، اللي ما يعرف الإجابة على طول قول اللي بعده، يعني لا تاخذون وقت وايد في التفكير إذا أنتم ما تعرفون الإجابة. الفرصة ما زالت متاحة لكم يا فريق جامعة الشارقة، ب يعني تاخذون إن شاء الله نقاط في المراحل المقبلة. أيلة ليش محبطة؟ لا ماني محبطة، بالعكس الواحد لازم يكون عنده إصرار إن شاء الله في الإجابة وكذلك أخذ النقاط. عندنا ثلاث ألعاب ممكن تقلب الموازين، ما تعرفون صحيح؟ صح إن شاء الله يا رب. إذن لعبتنا القادمة مخرجنا هي تحدي الفئات. هي لعبتنا القادمة ست فئات، ثلاثة بثلاثة وست أسئلة. مثل ما تعرفون عندنا سؤال سرعة. سؤال السرعة هو اللي راح يحدد من يختار الفئات لفريق الثاني. فأتوقع اليوم في هذه النقطة بالتحديد عرفتوا كل واحد يتميز بشو من المعلومات ومواطن الضعف كذلك بالمعلومات بين الفريقين الآخرين. سؤال السرعة يقول من بعد شو؟ ثلاثة اثنين واحد. والسؤال يقول من هو بطل فيلم القناع أو مثل ما نعرف The Mask؟ ثلاثة اثنين واحد. هم ضغطوا بدون ما يعرفون. إذا تعرفون؟ لا لا لا. The Mask القناع. نعرف شكله بس نعرفش اسمه. قولوا. ممثل. ايه ما تعرفين؟ ما تعرفين؟ انزين نعطيهم اختيارات. جيم اسمه الثاني شو؟ بوند. جيمس بوند. لا هذاك جيمس. جيم. هذا جيم. جيم كاري. جيم كاري؟ ايه. جوابكم صح، جوابهم صح، جوابكم صح. هاي هذه ابتسامة الفرحة الله يسعدكم. جميل. تختارون الفئات لفريقكم الخصم؟ يلا بسم الله نشوف الفئات.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفئات نختار لهم كالتالي: أول وآخر، تاريخ، جغرافيا، كرة القدم، علوم، ومن القائل؟ تختارون جامعة الشارقة. الفئات للفريق، فريق الثاني. تاريخ وجغرافيا وكرة القدم. لي الفريق كلية الأفق. تاريخ وجغرافيا كرة القدم وكرة القدم. وأنتوا عندكم أول وآخر علوم ومن القائل؟ هذه الفئات ظلت لكم أنتوا بناء على اللي انت اخترتوه يعني. ها اشوفكم مو ب لا 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 تمام تمام خلاص ان شاء الله. يلا بسم الله. اذا الفريق اللي طبعا راح يلعب الحين كلية الافق. جميل. يلا بسم الله نشوف الفئات. جاهزين؟ يلا بسم الله نشوف اول فئه. في وشو السؤال؟ أول فئة شو عندنا؟ تاريخ. ما هي أول جامعة عربية تم بناؤها في العالم؟ جامعة أكسفورد، القرويين، جامعة الأزهر. 30 ثانية وقتكم بدأ، تفضلوا. جامعة الأزهر. لا تستعجلوا، أنتوا عندكم وقت وأنا لاحظ أنتوا وايد تستعجلوا. لا تستعيلوا، لا تستعيلوا. أول جامعة تم بناؤها في العالم العربي. تشاوروا، تشاوروا. جامعة الأزهر الشريف. بعد عندكم وقت. ها، خلص وقتكم. جامعة الأزهر. تسرع دائما، اجابتكم خطا. فاطمه دائما مصره ان اجابتك تكون صحيحه. اعطي فرصه وتشاوروا معاهم يعني. صحيح يمكن اكثر من الجامعات اللي دائما نسمعها في وسائل التواصل، نشرات الاخبار، جامعه الازهر يعني كونها في جمهوريه مصر العربيه ومكانه مصر العربيه بين دول العالم، ولكن كذلك لازم نبحث شويه عن المعلومه ونركز اكثر. ثاني فئه. طبعا انتوا الحين ضيعتوا عليكم فرصة مضاعفة النقاط. ثاني فئة في الجغرافيا. جميل. والسؤال، سؤال يقول: أين يقع نهر أم الربيع؟ الإجابات كالتالي: الجزائر، الكويت، المغرب. الجزائر، الكويت، أم المغرب؟ 30 ثانية. الوقت مر. ها الجزائر. متأكدين انتوا على كل ال متأكدين؟ ان شاء الله ان شاء الله. سامعين هذا النهر ولا سامعين عنه ولا تخمين يعني؟ توقع يعني. أم الربيع. ليش مو بالكويت؟ مستحيل بالكويت. ليش مستحيل؟ الكويت تحيطها خليج. فعلا. والأسامي بتكون غير. مستحيل إنه يكون في نهر في الكويت. بين الجزائر والمغرب. المغرب العربي. مغرب بين الجزائر والمغرب. الكويت قلتوا عشان تقع في خليج؟ نعرف إن ما شاء الله فيه أنهار. يعني كانت وستعود الجزيرة العربية هي كما كانت أنهار. ما شاء الله في أنهار عندنا يعني، وعندنا وديان وعندنا. مو فكرة أنهار، فكرة إنك كيف تسمية الأنهار. تسمية الأنهار؟ إيه. إن هل أم الربيع عادي؟ عادي يعني. الجزائر. وجوابكم للأسف خطأ. للأسف جوابكم يعني فئتين راحت، فئتين راحت عليكم. والفئة الأخيرة في طبعا الإجابة النهر في المغرب هي الإجابة الصحيحة.
وأفئتكم الأخيرة هي كرة القدم، وسؤال: من هو الفريق الفائز بلقب كأس آسيا في عام 2007؟ السعودية، العراق، لبنان. 30 ثانية وقتكم بدأ، ويلا حاولوا حاولوا تجاوبون قبل لا نسمع صفارة الحكم. العراق. عندكم بعد وقت. يلا أسرع، تانا عندكم إجابة. انتهى الوقت. العراق. العراق، ثبتوا لهم. عرفوا يختارون لنا صراحة. ها؟ عرفوا يختارون لنا شن. على أمل أنهم يعوضون يعني في النقاط. تصير 60؟ هي إذا جاوبتوا كل الأسئلة تضاعف من 30 إلى 60. وأنتم يا 10 نقاط ولا صفر في هذه الجولة. صفر. شو سهام؟ صفر؟ هذه أعلى مراحل الإحباط يعني. السعودية ولا العراق ولا لبنان؟ بسم الله إن شاء الله. إن شاء الله العراق. كم مرة السعودية وصلت كأس آسيا تعرفون؟ إن شاء الله دائما السعودية يعني مشهورة بفرقها ومستواها الرياضي العالي يعني. يعني أحمر أحمر، تخيلوا تكمل هذا البطاقة الحمراء. هذه البطاقة الحمراء. إن شاء الله صح. إن شاء الله. فاطمة البلوشي متوترة وايد لدرجة أن عادي تبدل الأسامي تصير هي سهام. بإذن الله العراق. إن شاء الله. إن شاء الله. جوابهم صح، حيوهم. يعني وأخيرا هذه فرصتكم جامعة الشارقة الحين، خلهم يرتاحون. وحين المفروض الإضاءة بس تشتغل عندهم الحين، خليهم تحت بقعة الإضاءة. جاهزين لفئاتكم؟ جاهزين. يا 30 يا 20 يا 60. وأول سؤال في أول فئة. والسؤال يقول: ما هي أول دولة فازت بلقب كأس العالم لكرة القدم لثلاث مرات؟ برازيل، الأرجنتين، أم ألمانيا؟ 30 ثانية وقتكم بدأ. تعرفون؟ معقول؟ فاطمة، فاطمة تعرف؟ كنت تتمنين هذه الفئة يعني أو هذا السؤال؟ جميل. مشاورات، كم باقي من الوقت؟ لم يتبقى إلا القليل ووقتكم خلص. اختاروا إجابة. البرازيل. برازيل، ثبتوا لهم. هيلا، هذه فرصة لا تعوض صراحة. 60 يا 60 يا تبقى 20 أو صفر. الأرجنتين معروفة أنها قوية في اللعب، بس البرازيل اسمها وارد أكثر في الكورة أتوقع. الأرجنتين، مارادونا ولعب. وأخضر، جوابكم صح، حيوم. حي، وين التحية؟ وين وين وين؟ خوفتنا. أول فئة وأول فئة، بنكمل على نفس المستوى ولا نختلف؟ كمل كمل بإذن الله. والفئة الثانية في العلوم، والسؤال
في العلوم يقول: ما عدد عناصر الجدول الدوري؟ 118، 55 عنصر ولا 300 عنصر و 30 ثانية؟ 118. ها؟ 118. أسرع إجابة وصلت لنا هذه. يا رب تطلع صح يكونوا غيروه. ها؟ بقول يا رب تطلع صح تكونوا تغيروا. يكون حسدوكم وغيروها صح؟ لا هم غيروها. من بيغيرها؟ يمكن يكونوا اكتشفوا عناصر بس مستحيل 300. لا يعني أنا درست 118. أنا مثلك. يعني حتى لو زودوا ممكن يكون زودوا شوية مش 300. متى درستي في الأيام الجامعة ولا في الجامعة؟ الجامعة والمدرسة. أي والمدرسة. فاطمة شو اختصاصك؟ أنا بكالوريوس هندسة نووي. ما شاء الله ما شاء الله. يا رب يطلع صح. بلا شكيت في كل حاجة. يعني الشك بالإجابة شوية خلي الواحد يتردد ويخاف صح؟ شككتني أنت، أنا كنت واثقة. دام أنت هندسة لا تشكي في الإجابة، الإجابة الصحيحة. حيوهم حيوهم حيوهم، يستاهلون. من القائل؟ من القائل؟ من القائل؟ هذا السؤال لازم أكون قريب هناك. يا حمداني. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. من القائل؟ أبو البقاء الرندي، أبو القاسم الشابي، أبو فراس الحمداني. 30 ثانية وقتهم بدأ. أبو القاسم. وهذه فرصتكم، فكروا ولا تستعيلون، لا تستعيلون، فكروا ولا تستعيلون. ناس تشوفون ها؟ ناس يشوفون الإجابات. شو تقولون؟ ما سمعت. شو أنت كمان شو؟ لحظة ما سمعت. الفراس أحس. أنا أحس كمان شي. شو تقولين في أبو فراس الحمداني؟ أنت سمعتي منهم يعني وقلتي؟ لا هم منهم هم يعني؟ لا لا. وأنت شو تقولين؟ أنا معاهم. كيف ما انت مع؟ لازم في اختلاف كيف؟ لا يعني انا عارف انت معاهم في الفريق يعني نفسه، لكن انا ما اعرفش ولا واحد منهم. ما تع فعشان كذا مو بادبيه يعني، علمي علمي. فخلاص ناخذ ابو فراس. ناخذ انا اتوقع ان شاء الله صح. بص اجابتكم الاخيره قبل التثبيت، ابو فراس. انتوا تسمعوا عن الاثنين الاولين؟ لا انا الاول، لا الثاني. ابو فراس ان شاء الله. ان شاء الله. اذا يا تتضاعف النقاط او تصير 20 نقطة. والاجابة يا جامعة الشارقة هي صح. بعد الفاصل خلكم معانا. الله كل من ضمن لمتابعة كأس المعرفة على قناة الشارقة، وأكيد متواصلين معاكم مع فريقي جامعة الشارقة وكلية الأفق. ولحد الحين متصدر معانا فريق كلية الأفق
طبعا. وما زلنا في السؤال الأخير من حرب الفئات أو تحدي الفئات، وسؤالنا الأخير: هل يضاعف نقاط فريق جامعة الشارقة أم تبقى الإجابة أو النقاط هي 20 نقطة في هذه الجولة؟ إذن قبل أن نطلع الفاصل، قلنا أو أنتم قلتون صح التعبير، الإجابة هي أبو فراس الحمداني. والإجابة هي ما بين أبو فراس الحمداني وأبو القاسم الشاب، وأنتوا اخترتوا أبو فراس الحمداني. وإجابتكم أبو فراس الحمداني، وإجابتكم خطأ للأسف. للأسف إجابتكم خطأ للأسف. وطبعا الإجابة الصحيحة كانت أبو القاسم الشابي، وأنا أعطيتكم أكثر من فرصة، قلت لكم لا تستعجلون، وسألت فاطمة قلت لها يا فاطمة معاهم؟ قالت معاهم. سألت فاطمة طلعت قالت معاهم، يعني كانت كنت شاكة بالإجابة. قلت لهم أبو قاسم بس هم أجمعوا على الأخير فقلت خلاص يلا ما عليه، خيرها بغيرها نفس ما نقول إن شاء الله. جولاتنا الأخرى بإذن الله تعالى ونشوف النتيجة مع بعض مشاهدينا. وجامعة الشارقة 50، كلية الأفق 160، فرق كبير في عدد النقاط، فرق كبير في عدد النقاط، ولكن يعني إن شاء الله فرصة موجودة، فرصة موجودة لين آخر لعبة. راح طبعا نبتدي الآن لعبتنا القادمة والتحدي الآخر ونشوف مع بعض. قادمة هي أنت تسأل، وهذه اللعبة كذلك جميلة لأن مشاهدينا تختلف يعني اللعبة. أنا دائما أنا اللي أطرح السؤال وانتظر الإجابة، لكن الحين في هذه اللعبة أنا أطرح الإجابة وتطرحون لي السؤال. طبعا راح نبتدي بكلية الأفق المتصدرين ما شاء الله، وأعطيكم الحين الإجابة تعطوني السؤال، ولكن من شروط اللعبة أن السؤال يكون واضح. واضح، ما يكون لي سؤال ان شاء الله لفه ويلف لي على المعلومه لا ويكون واضح. جميل، جاهزين؟ جاهزين. سؤالنا او كلمتنا هي نقول الكلمه ولا يلا. تختارون الكلمه الاولى والثانيه. موجوده موجوده البطيخ. زين قلتوها يعني البطيخ. يلا ثلاث عندكم دقيقة. ما السؤال؟ جواب البطيخ. خضر بعد مستعيلين في هذه الجولة؟ بس متأكدين من السؤال؟ متأكدين؟ فكروا فكروا وتناقشوا، أعطوني ابهروا المشاهدين، أعطوني أكثر من السؤال، أعطوني معلومة يعني مفيدة في السؤال. مستعدين للإجابة؟ يلا بسم الله. هي فاكهة تحتوي على 95% من الماء. فاكهة تحتوي على 95% من الماء. على نسبة 95% من الماء. أكيد؟ أكيد. نعتمد؟ إن شاء الله. ليش يعني أورط نفسي بنسبة مئوية إذا أنا مش متأكد يعني أو مو متأكد؟ متأكدين إن شاء الله. بإمكاننا حتى نحولها إلى لغز. صح. اللي دوم يقولون لنا إياها جزيرة حمراء فيها ناس سود البطيخ. جزيرة حمراء فيها ناس سود. نعم البطيخ.
كان قلتوا اللغز؟ الاثنين نفس الشيء ومتأكدين من الاثنين ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. لا متأكدين؟ اي متأكدين ان شاء الله. شوف بعد اعطونا معلومه بعد ثالثه اذا عندكم. الفاكهه تحتوي على اكثر نسبه مياه هي البطيخ. البطيخ. الفاكهه تحتوي على المعادن فيتامينات. تفضلي تفضلي فاطمه. تنزرع في الارض. تنزرع في الارض لا يعني لازم تكون تحت الارض شيء ولا صح انت عندك هذه اكثر من معلومه. جوابكم صح اكيد بلا شك. حيوهم حيوهم اسئلتهم مقنعه يعني والنسبه صحيحه يعني انا كنت اتاكد منها بس معاكم يعني. نرجع لجامعه الشارقه وجاهزين للكلمه يلا بسم الله نشوفها مع بعض. لوحة الموناليزا كم دقيقة تفضل. لازم يكون مقنع وفي معلومة صحيحة هذا أهم شيء. نقوله جاهزين؟ ما في ممكن يكون في أكثر من واحدة. في واحدة بتاعت عاملة زي الدوائر كذا. يلا جاهزين؟ عندكم إجابة؟ ما هي أشهر لوحة رسمها دافنشي؟ أشهر لوحة؟ إيه ده؟ أضحك أبتسم يعني أبتسم أنت في الشارقة وأبتسم أنت في كأس المعرفة. يعني أنا أبتسم مجرد ابتسامة يعني. أشهر لوحة رسمها دافنشي مو بيكاسو فان فوخ. لا لا بنعد سؤال مرة ما عرفت مرة بدون سؤال. فانكو؟ لا مش فانكو، فانكو رسم الثانية. شككتهم أنا، جوابكم صح، جوابكم صح أيوب. جوابكم صح هي أشهر أعمال الفنان ليوناردو دافنشي وهي كذلك لوحة تعرض في متحف اللوفر ومن روائع القرن السادس عشر. وكذلك ما هي اللوحة التي تنظر إليك؟ وين ما وقفت نظرت إليك هذه اللوحة يعني تتبعك. معلومتك هاي فاطمة؟ قالت لي ها بس بالفيسبوك. بس بالفيسبوك خدعة يعني. النتيجة 60 لجامعة الشارقة 170 لكلية الأفق. وعندنا لعبة قادمة لعبتنا الأخيرة ممكن كذلك تساعدكم أنكم ترفعون النتيجة أو تعدلون في النتيجة لأن فيها 9 فئات 90 نقطة يعني فممكن ممكن. بسم الله إذا مشاهدينا نشوف لعبتنا الأخيرة وهي أبي أو الإكسو. تذكرون الإكسو؟ تلعبونها لين الحين ولا؟ لين الحين أنا بعد ألعبها لين الحين. جميل. طبعا مثل ما نعرف أن اللعبة هذه فيها 9 فئات وكل فئة تحتها سؤال. طبعا بما ان فريق كليه الافق هم المتقدمين في هذه اللعبه فراح يختارون الفئه الاولى ونحاول ان نكمل الاكس او الاو حسب فئاتكم او حسب المربعات اللي تطلع لكم بشكل راسي افقي او عكسي. نشوف الفئات. مدن وعواصم، عملات، كواكب ونجوم، فنون، الغاز، اداب، رياضيات، جسم الانسان، سينما وكليه الافق. تفضلوا تختارون. اختار ايه؟ تختارون اول فئة؟ يلا كلية الأفق يلا بسم الله. هي فئة بس جسم الإنسان. جسم الإنسان ونشوف جسم الإنسان. السؤال يقول في فئة جسم الإنسان أكبر عضو في جسم الإنسان هو؟ الرئتين، القلب، الكبد،
أم الجلد؟ 30 ثانية وقتكم بدأ. عندكم إجابة ولا؟ عندنا إجابة خلاص إن شاء الله. الرئتين. رئتين؟ أكبر عضو؟ إيه. ثبتوا لهم على الرئتين. متأكدين؟ إن شاء الله. إن شاء الله. وبالقلب؟ لا. لا. ولا الكبد؟ لا. ولا الجلد؟ الجلد مو بعضو. الجلد مو بعضو. ان شاء الله. مو بعضو الجلد؟ عضو الجلد من قلب. لا لا عضو. ان شاء الله يكون رئتين. ان شاء الله رئتين. ان شاء الله رئتين. جلد عضو في جسم الإنسان، كيف من عضو؟ عضو. للأسف إجابتكم خاطئة للأسف. وننتقل إلى فريق جامعة الشارقة. وأنتم تتوترون يومية عندكم ها؟ جامعة الشارقة، مجرد ما أقول فريق جامعة الشارقة يبتدي التوتر والويه يكون شاحب وحزن. ليش؟ بالعكس. يلا بسم الله. تختارون فيها؟ تفهمون في المدن والعاصمة؟ انتي بس لازم تاخدي من اطراف اسرع بوكس. فخذوا واحدة من اطراف بوكس اسرع. يا عملات شاطرين بالرياضيات ممكن يجيب لك اسامي الناس وانا ما اعرفش. اسرع. انا خايفة بس خذي اسرع. لا لا اذا ما اخترتوا الحين انا بختار لكم. واحد اثنين ثلاثة. جسم الانسان. جسم الانسان ونشوف السؤال. مع مش نفسه. بلا نفسه. نفسه. اكبر عضو في جسم الانسان. لا. لهم نفس السؤال طبعا. ليش؟ احس الكبد. احس الكبد. هو اقوى عضله. اقوى عضو بس الكبد. اقوى اكبر. اكبر الكبد. الكبد يا اخي لا. طب هي كبد قد ايه يعني؟ في اجابه يعني خطا كانت. فالحين عندكم ثلاث اختيارات. تذكرون شو الإجابة الخطأ اللي اختاروها؟ الرئتين خطأ. الرئتين خطأ. إذن قلب كبد أم الجلد؟ الكبد. الكبد؟ إن شاء الله. متأكدين؟ أيوه. متأكدين؟ إيه. استنى عم بيعطينا فرصة للكبد. إجابتكم خطأ. القلب. إجابتكم خطأ. إجابتكم خطأ لا. الألف. نختار تختارون فيها؟ إن شاء الله. تختارون فيها؟ يطلع؟ يلا أسرع. اختار فيها بشكل أسرع. جسم الإنسان. جسم الإنسان. نفس السؤال. نفس السؤال. عندكم إجابة؟ هنا عندنا الإجابة. الجلد. الجلد. مو بعضو الجلد قالت فاطمة؟ الجلد. الجلد طلع عضو سبحان الله. الجلد ان شاء الله. يعني هذا الجلد اللي يحمينا. كنا يعني محتارين في البداية. احنا فكرنا ان الخلايا تتحول الى نسيج والنسيج يتحول الى اعضاء وبعدين الاجهزة. صحيح. فالقلب طبعا على حجم قبضة اليد. صح. فكان بين الرئة وبين الجلد والحين ان شاء الله الجلد. الحمد لله. معلومة حلوة جميلة وجوابكم طبعا صح. حيوهم. حيوهم. أيوهم. تختارون فيها جامعة الشارقة؟ شو تختارون؟ وهذا أول أو. يا سلام شوفوا الأو كيف جميل. حاطين الليتات داخل وهذا يعني أجواء رمضانية هذه. الأحرف اللي فيها إضاءة. فانوس نعم. شبيهة بالفوانيس. لا. تختارون رقم؟ عفوا تختارون فيها؟ أو مدن وعواصم. فنون. فنون؟ أعطونا سؤال فنون. السؤال يقول من مسرحيات ويليام شكسبير مسرحية هاملت
البؤساء، بستان الكرز، أم مسرحية بيت الدمية؟ 30 ثانية وقتكم بدأ. حمد منها صح، يعني واحدة منهم بتاعت شبليم صح؟ تعرفون الإجابة؟ هاملت. هاملت؟ تأكدين؟ تأكدين. بالبؤساء مشهورة مسرحية البؤساء. بؤساء وايد مشهورة صراحة. لكن انتو قلتوا هاملت. هاملت بالانجلش انا واخديها. انا درست كله. واجابتكم هي يا ربي. كنتم مترددين بين شيئين ولا على طول اخترتوا؟ لا. شو فاطمة؟ ما مترددين. مو مترددين؟ لا لا. أيلا شو؟ لا لا مو مترددين. كنتم متأكدين أن هال الآداب والإعلام لازم الواحد شوية يعرف الأعمال المسرحية أو أقل شيء يعني المخرجين اللي أثروا الساحة العالمية بكتاباتهم وأدابهم المختلفة من كتاب من مغنيين من عالميين. خلينا نشوف الإجابة مع بعض. إجابة صحيحة. إجابة صحيحة. ونشوف اللوحة كيف صارت عندنا. تنافس يعني مقابل مقابل بعض. تختارون فئة؟ لا خلونا اختار فئة أسرع. خلينا في مدن وعواصم. مدن وعواصم. والسؤال يقول في مدن وعواصم. سؤال يقول ما هي عاصمة استراليا؟ ما هي عاصمة استراليا؟ سيدني، باكو، تاونسفيل عفوا و او كانبرا. شو تقولون؟ سيدني أو كامبيرا عفوا. سيدني. متأكدين؟ متأكدين إن شاء الله. أتوقعون بنعطيكم سؤال بهالبساطة يعني. سيدني من أشهر المدن فيها ودائماً مميزة بالصور اللي تعرض في الإعلام، يحطون مسرح الأوبرا مشهور كثير في سيدني. ها فاطمة؟ سيدني. لا سيدني؟ لا 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 مصرة؟ لا لا مو سيدني؟ تغير؟ والإجابة خطأ. شو تقولين يا سيهان؟ قولي ما بعدها مو مثبتة. لا ثبت ثبتوا والله. سيهان شو تقولين؟ هذه تاوسنجي. ما سمعت تاوسنجي؟ الثالثة تقريبا. تاونسفيل قصدك؟ تاونسفيل ها؟ حورية شو تقولين؟ استبعد باكو وإن شاء الله سيدني. حورية يعني أكيد مستحيل نحط سؤال شيء بسيط بسرعة واحد يجاوب عليه. بإذن الله سيدني. خلنا نشوف الإجابة صح أم خطأ. والإجابة خطأ مو بسيدني للأسف. الإجابة خطأ. تختارون فئة؟ جامعة الشارقة. طبعا الفئات راح تتغير اماكنها. عامله؟ بعد كل لعبه.
او مواقع الفئات صح التعبير او رياضيات خلينا في النص ايه رايك اسرع 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 اذا ما اخترتوا بختار لكم اسرع اسرع قولوا عملات 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 سؤال يقول ما هي عملة اليابان الون اليورو الين ام الجنيه 30 ثانيه وقتكم بدا جنيه لا يورو شو هي الين الين اختي تعرف يورو اتذكر صح لا شكرا انت قلتي اليورو الجنيه اليابان الجنيه لا ما صار لا لا ما عادي في جنيه مش زين في يورو مش عاملين ما ادري انت شو قلتي ثلاثة اثنين واحد تختارون إجابة تختارون إجابة 30 ثانية أظن يورو نعم يورو اليابان عملتها اليورو هو تغطي على هو رتبني أمك لا ما عندي حكي إجابة خاطئة للأسف إجابة خاطئة للأسف نشوف اللوحة نشوف اللوحة يلا بسم الله اختاروا تفضلوا شو تختارون مدن وعواصم مدن وعواصم مدن هي نعم يلا تفضلوا نفس السؤال إجابة عند الأخت سهام سهام إجابة عند سهام فاطمة ما بتجاوبين اللي قلت لك اياها رقم ثلاثة رقم ثلاثة؟ اي تاونسفيل؟ اي كامبرا؟ لا 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 كامبرا سيدني تاونسفيل ام باكو؟ باكو عاصمة اذربيجان اذربيجان زين وسيدني استبعدناها لانها خطا كانت فبين تاونسفيل او كامبيرا وقتكم خلص ان شاء الله الثالثه ثبتوا لهم بسم الله اجابتكم خطا للاسف تختارون تختارون ثانيه بس ثانيه بشوف ها مدن وعواصم مدن وعواصم انتوا يعني عشان الاجابه وما ولا ما تبغوا تكملون الخط كيف تشيل الخط ما بيستوي يلا ما عليهم يبغون يجاوبون يبغون نقطة، شو الإجابة؟ عاصمة استراليا عاصمة استراليا كانيرا كانيرا كامبيرا ثبتوا لهم؟ أو كامبرا جوابكم صح جوابهم صح حيوهم حيوهم عرفتوا الإجابة الحين؟ تختارون تفضلوا آداب ما شيء غير آداب؟ إيه آداب؟ أعطونا آداب أعطونا آداب والسؤال يقول في آداب ما معنى كلمة الأعشى الذي لا يسمع الذي لا يرى في الظلام الذي لا يرى مطلقا أو الذي لا يتكلم 30 ثانية وقتكم بدأ تفضلوا الأعشى الذي لا يرى الثانية الذي لا يرى في الظلام الذي لا يرى في الظلام ثبتوا لهم الأعشى الذي لا يرى في الظلام ثبتوا لهم إخواني مخرجنا ثبتوا لهم الذي لا يرى في الظلام ثبتوا لهم جوابكم صح أيوب حيوهم نشوف اللوحة سريعا نشوف اللوحة سريعا شو تختارون؟ كواكب ونجوم شو تختارون؟ كواكب ونجوم كواكب ونجوم؟ طيب نشوف كواكب ونجوم تحتوي أغلب النيازك الحديدية على عنصرين معدنيين
هما الحديد والنيكل، الحديد والفولاذ، الحديد والألمنيوم، من الحديد والنحاس. 30 ثانية وقتكم بدأوا، تفضلوا. هي الحديد أكيد. لم الحديد مع كل شيء. الألمنيوم ولا الفولاذ؟ الأولانية هي النيكل. نيكل؟ إيه ده؟ هي النحاس يا فلس. نحاس الفولاذ ولا النحاس؟ نحاس. أنا وياك ما أدري. نحاس؟ لا ما أعرف. نحاس ولا شو الإجابة؟ أسرع خلص الوقت. الحديد والنحاس. الحديد والنحاس؟ ثبتوا لهم. وجوابكم للأسف خطأ. نرجع لي اللوحة سريعاً. والوقت بدأ يداهمنا. تختارون؟ عندكم فرصة واحدة الحين. عملات. في عملات. إن شاء الله. عملات. أعطونا السؤال. والسؤال العملات يقول: ما هي عملة اليابان؟ الين. الين؟ الين؟ نعم. وليش خايفين تقولون لها؟ تخافون انها غلط يعني؟ لا لا ان شاء الله صح. مو بالون؟ لا. ثبتوا لهم. واجابتكم صحيحة، حيوهم! 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 يستاهلون. ونشوف اللوحة واكتمل المربع الذهبي عندنا في حلقتنا اليوم، واكيد اللي كمل المربع الذهبي فريق كلية الأفق، والف مبروك لهم ويا سلام. واكتمل 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 المربع الذهبي. راح تبون تشوفوا النقاط؟ يلا شوفوا النقاط، شوفوا النقاط، قاعد يحسبون النقاط. إذن مشاهدينا طبعا نذكركم بسؤال حلقتنا اليوم الخاص بتطبيق مرايا، أين يقام ثالث أكبر معرض الكتاب في العالم؟ الإجابة تكون من خلال زيارتكم أول شيء تحميل تطبيق مرايا على أجهزتكم والذكية، وكذلك للألواح الذكية اللي عندكم، تسجلون بياناتكم وتدخلون طبعا وتشوفون على الصورة اللي مكتوب عليها، اضغط للإجابة على الأسئلة وجاوبونا أكيد على السؤال، إن شاء الله اسمكم بيدخل في السحب للإجابات الصحيحة، وألف درهم مقدم من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون. السؤال يقول: أين يقام ثالث أكبر معرض الكتاب في العالم؟ ونشوف النقاط، ونشوف النقاط، ونشوف الآن الإخوان يدققون في النقاط عشان نشوف النتيجة النهائية ومن راح يتأهل معانا إلى التصفيات أو المرحلة الثانية من كأس المعرفة. ونشوف مع بعض: جامعة الشارقة 80، كلية الأفق الجامعية 240. إذن كلية الأفق الجامعية ألف مبروك، تأهلتوا إلى المراحل أو المرحلة المتقدمة من برنامج كأس المعرفة، وطبعا راح نشوف الآن المتأهلين معانا إلى المراحل الثانية من طبعا برنامج كأس المعرفة، وهم كالآتي. شو شعوركم؟ مستانسين؟ أكيد. في تنافس كان؟ إيه. جميل جميل. إن شاء الله التنافس هذا يتم لين ما نوصل المرحلة الجاية إن شاء الله. إن شاء الله. طبعًا بانتظار نحن أسامي المتأهلين. يعطيكم العافية جامعة الشارقة. استمتعنا الصراحة بوجودكم وإضافة جميلة للبرنامج مشاركتكم اليوم. وطبعًا المعلومات ممكن الواحد أوقات يعني معلومة ممكن تضيع، ممكن ينسى المعلومة، ولكن إن شاء الله تكون لكم حظ أوفر. المتأهلين معانا: جامعة الشارقة، الأكاديمية البحرية، الجامعة الأمريكية، جامعة الشارقة فرع الذيد، وكلية الأفق الجامعية اليوم. وأكيد التنافس ما زال مستمر من خلال برنامجنا اللي راح يتواصل معاكم. شكرا لكم جميعا على المشاركة، وشكرا كذلك لكم أنتم مشاهدينا. يا رب كنا ضيوف خفاف، استمتعتوا معنا واستفدتم من المعلومات اللي قدمناها لكم. نلتقي غدا في نفس التوقيت. من يوم طاقم العمل كل التحايا، في أمان الله. ها.
هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.